الحسين عليه السلام كان يقول لأصحابه سلام الله عليه، تفرقوا عني في سواد هذا الليل، خيرهم الحسين سلام الله عليه، ولكنهم أبوا أن يتفرقوا عنه، أبى أصحابه أن يتفرقوا عنه. ولما استيقن من نياتهم كشف لهم عن بصائرهم، هنا وصلوا إلى يقين كامل، كشف لهم عن بصائرهم، لأنهم صفوة، هؤلاء صفوة من الخلق، هنيئا لهم، طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب عالية. صار الحسين يوزع الرايات على أصحابه لما حوصر الحسين سلام الله عليه، 30,000 اجتمعت لقتال الحسين سلام الله عليه، حوصر الحسين، أخذ يوزع الرايات على أصحابه بطلا بعد بطل، وكل واحد يأخذ الراية يهز الراية وينتخي ويستبشر أمام الحسين سلام الله عليه. زينب تنظر إلى الحسين وهو يوزع الرايات، اغرورقت عيناها بالدموع، صاحت بلكي محمد يجي يا حسين دعقد رايته، وبين المخيم يا اخوي حسين زين خيمته، في بني عدنان والانصار كل من لعلم، وراية العظمى حملها بالفضل راعي الشيم، وراية محمد في وين لو بعت منا السهام، شي الفكر لو جاك متعني وسأل عن رايته، صاح سكتي يا حزينة عنك محمد بعيد، باع أخويا السهم مني وحصل الفرصة يزيد، وباء ولازم تشوفين جسمي معفر فوق الصعيد، وبالفضل يم الشريعة معطلين جنازته. وأفرد الحسين راية أسندها طرف الخيمة، تطاولت إليها الأعناق، قال إن لهذه الراية رجل يركزها في صدور القوم. وصار الحسين ينتظر قدوم حبيب، يقال أن الحسين بعث برسالة إلى حبيب بن مظاهر، وصل رسول الحسين طرق الباب على حبيب، اتناول حبيب الرسالة، مررها على بدنه تبركا، فتح الرسالة وإذا فيها دعوة من الحسين لنصرته، بينه هو كذلك وإذا ببعض بني عمومته قد أقبلوا، ففتح الباب لهم، قال للأسدية لوذي خلف الستر، فتح الباب وأدخلهم. الحديث الذي يدور يومئذ كان حول الحسين ونزول الحسين بكربلاء، فقال بعض بني عمومته ما أنت قائل يا حبيب، فما أراد أن يخبرهم بحقيقة الأمر، قال ما لنا والتدخل بين السلاطين، شكروا ثم خرجوا. بمجرد أن خرجوا من الدار جاءته الأسدية وقفت على رأسه، قالت ما هذا الذي سمعته منك يا حبيب، ألم تسمع الأخبار أن الحسين قد نزل بأرض كربلاء وهو بلا ناصر ولا معين، وهو مع قلة الناصر والمعين؟ يقال أنه أراد أن يمتحنها، قال أخاف على أولادي اليتم وأخاف عليك الترمد، وإذا بهذه المرأة تخاطب حبيب، يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته حاير ويكسر الخاطر، لا تعاين حالته، كربلا يقولون صبط المصطفى حط الخيم، ما لناصر يا حبيب وعنده اطفال وحرم،
وكان راح حسين ما يرتفع للشيعة ترضى لي بالخدور وحسين تهتك عيلته ظلت تنادي وتخمش بالخدود مفرعة شان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة جيب لعمامة يا ابن عمي وخيل وظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعته صاح ما يحتاج هالنخوة ده بطل من الوني أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين ذاب قلبي من سمعت بكربلة خيال بين جيمان الأعادي والعساكر حاطته التفت حبيبي إلى غلامي قال مبارك قال لبيك سيدي قال انطلق وهيئ الفرس وانتظرني عند حيطان الكوفة بساتين الكوفة يقول الراوي كأنما أبطأ حبيب على الغلام لما صار قريبا من الغلام وإذا به يسمع الغلام خاطب الفرس لئن لم يأتي سيدي ومولاي لأمتطين صهوتك وأمضي للقتال بين يدي سيدي ومولاي الحسين سمع الحسين كلام الغلام قال بني مبارك انطلق فأنت حر لوجه الله وقف مبارك ينظر إلى حبيب ودموعه جاري على خديه خاطب حبيب ما أنصفتني يا حبيب قال ولم قال أنت تمضي للقتال بين يدي سيدي ومولاي الحسين وأنا أبقاها هنا والله لا فارقتك حتى يختلط دمي بدمائكم تحت ركب الحسين تحت راية جزاه حبيب خيرا ثم أردفه معه وأقبل نحو كربلاء وإذا بالحسين ينادي بأخيه أبي الفاضل وفتيان بني هاشم قوموا واستقبلوا عمكم حبيب الله يرحم العطية يقول ما حل ذيك الشمايل يوم طب الكربة طلع عباس البطل باولاد اخوي مرحبا يقل الشهيد زينب تقل وصل مستبشر لابو سكنة وتناول راي جاه من زينب سلام ومدمع في الحق واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيا صاح يا وسفة يا زينب تركبين على الجمع حيته بأحسن تحية وسر قلوب ابن اخوته قال والله لأنعمنك عينا يا زينب صاحت به الله الله في نصرة الغريب قال والله لأنعمنك عينا صار حبيب مع الحسين إلى يوم العاشر لما صار وقت الصلاة صاح الحسين بابن سعد يا ابن سعد أوقف القتال لنصلي فصاح الحسين بن النمير صلي يا حسين فإنها لا تقبل استشاط حبيب غيظا أخذ يخاطب ذلك اللعين قال أو تزعم أنها لا تقبل من ابن بنت رسول الله وتقبل منك يا خمار استشاط غيظا ذلك اللعين نزل إلى الميدان فاستأذن حبيب الحسين أذن له أعظم الله أجوركم نزل حبيب وهو يرتجز ويقول أنا حبيب وأبي مظاهر ف
فارس هيجاء وليث قسور. أعظم الله أجوركم. أخذ يقاتل حتى قتل على كبر سنه 30 فارسا. فبينما هو يقاتل آجركم الله، إذ كمن له ذلك اللعين فطعنه بالرمح في صدره وعاجله آخر بالسيف على رأسه. أين المنادي وحبيبا؟ فخر حبيب إلى وجه الأرض صريعا، هاجركم الله. فابتدر إليه الحسين بن النمير فوضع السيف في نحره حتى قطع راسه. أين المنادي ومصيبته؟ فانقض الحسين إلى مصرعه، وقف على مصرعه وهو ينادي أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا. إلا يا حبيب ما تقعد تعاين حالة حسين، ويا زهير ويا مسلم ويا برير المحبي، أنا ظليت يا رجالي بلا ناصر، بس العدا بجموعها حاطت علي. يقال أن حبيب يسجل أسماء الزوار الحسين، أنا لم أقف على ذلك في روايتي، لكن هذا متعارف عند المؤمنين. إذا أراد المؤمن زيارة الحسين واشتاق إلى زيارة الحسين يتوجه إلى حبيب بن المظاهر، يتوسل بحبيب بن المظاهر وتقضى حاجته، يوفق لزيارة الحسين. يقول الشاعر يتمنى يطلب من حبيب الشاعر أن يسجل اسمه في ضمن أسماء الزوار. يقول أنا غير حسين ما عندي وسيلة ولا حبيب، جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، جيت أزور اللي انفجع قلبه على فقد الشباب، من نظر الأكبر مقطع راسه من الحزن شاء، وقف متحير بأمر شلون يشيله للأطناء، جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، جيت أزور اللي حضن شفين شيال العلم وذاب قلبه وما قدر ينزع من عيون السهر، سالت دموعه ورجع مكسور ظهره للخيام، جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، جيت أزور اللي وقف بالطفل في حال فظيع دالع من الضم لسانه منظر منظر فجي، واللي أبشع من وقع المثلث بنحر الرضي، جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، جيت أزور اللي وقع محتار بالحومة وحيد، ساعة ينظر للخيام وساعة ينظر للعظيم،
حاير وخوف على زينب تطب مجلس يا زين، جيت ازور حسين بالله جلس يا حبيب، جيت ازور اللي وقف عطشان ما بين العدا، طاح عن مهرة على الرمضة ولا حد وسد. وحسينا بعد ما فتت فادة حرمة لبسه مردة، جيت ازور حسين بالله سجل يا حبيب، جيت ازور اللي رجع متخضب. هذا المقطع يحتاج إلى الإذن والرخصة من سيدي ومولاي صاحب الأصل. يا مولاي اعذرني، اعذرني على قراءة هذا المقطع، هيئ قلبك، افتح قلبك لهذا المقطع. يقول جيت الزور اللي رجع متخضب بدم المهار، طلعت النسوان من سمعت صهيلة من الخدور. مستعد لقراءة هذا البيت ولا تحتاج هيئ قلبك او قلبك متهيئ؟ جيت الزور اللي رجع متخضب بدم المهار، طلعت النسوان من سمعت صهيلة من الخدور، شافت ابن الزهرة متربع على صدره، حسين 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 يا حسين، جيت ازور اللي انذبح عطشان ما حد غمضا، راسه من شال برمح والجسد خيل ترضرض، حرقت خيام العيد وفر حريمة للفضاء، جيت ازور حسين بالله سجل اسمي. اذا عندك حاجة حضر هالمقطع الاخير. جيت ازور اللي يا مكسرة الاضلاع اعذريني، جيت ازور اللي طلع قلبه مثلث حرملة، وانذبح عطشان وظل مرمي وما حد غسله، وبحوافر العوجي ينطحن صدره بكربله، جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، صيح حسين 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 يا حسين حسين حسين.